كارين، أطلقت برنامجك على شاشة الـ LTV وانت بنت التلفزيون المستقبل. فجأة شفناكي على الـ SBI التابعة لبهاء الحريري، وصولاً لإطلالتك اليوم على تلفزيون سوري. اتهامك ببيع مبادئك مبرر أو تجني عليك؟ بيع مبادئك فرد مرة؟ بيع مبادئ؟ لا، أول شيء بيع مبادئ كلمة كبيرة، تاني شيء خليني أقول إنه تلفزيون مستقبل على الـ SBI وقت نقلت أخذت موافقة الشيخ سعد الحريري، يعني أنا ما نقلت من دون موافقة الشيخ سعد الحريري. وقتها كانت سكر تلفزيون مستقبل، وإذا بتتذكري كانت الانهيار الاقتصادي بأوجه، كان ما في دولار بالبلد، والـ SBI فاتت كم حتى كانت عم تدفع فراش وقتها، ما كنا إذا منشوف الدولار عم هيدا الإحساس. فلا، فأنا بالنهاية بدي ألحق رزقي، وهن اخوه منن اعداء، وين كنت انا لما كانوا هن، وين رح كون انا لما يضلوا مع بعضهم. ففي مشاكل بين اخوه هذا ما دخلني فيها، الشغل هو عرض وطلب بالحياه، وبس انا حفاظا على العشره وحفاظا على 23 سنه بمؤسسه بعتبرها بيتي وحياتي ومن جوا حفره بقلبي. بس ما تم استغلالك من لا لا. على لا لا استغلونا، ان نحن شيء صغار كثير بلعبه هالقد كبيره، لا ما بعتقد. انا اخذت موافقه الشيخ سعد ونقلت واشتغلت لفتره سنه ونص، وبعدين خلص الكونترا وخلص معهم شغلي وانتقلت على قناه LTV، مش تلفزيون سوري، هو تلفزيون عربي بيتوجه لكل العرب وين ما كانوا، لكل الجاليات العربيه وين ما كانوا بالعالم. ومثل ما قلت لك بالاول، تلفزيون سوري، تلفزيون عراقي، مش تهمة يكون ما بعرف انه ما انه يعني تهمة انه تلفزيون سوري، يعني بالعكس مش بحرب عم ننقل الجبهة يعني والبارودة من مطرح. لا يمكن هي قصدها، لانه انا شوي اي تويت يعني بغرد شوي عن هول القصص، بس السياسة شيء بالحياة بتختلف بكتير أمور بالسياسة، بوجهات نظر سياسية أكيد، بس بيبقى الشعب العربي هو شعب واحد، لبناني، سوري، مصري، عراقي، بنختلف بخصوصياتنا أكيد، كل شعب له خصوصية معينة، بس نحن شعب عربي، وهيدا تلفزيون عربي، وأنا بفتخر كتير أنه نعطيني مجال أني طلع برهالشاشة الجميلة وشوف وجهك الحلو.